اقف يا ابني انت وهو يا ابني انت رايحين فين؟ استنى اقف يا بنت اقف يلا انت وهو اقف رخصك 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 اهلا بكم في برنامجكم احمد شو. النهارده حلقه جديده ماشي وسحب رخص كل اللي على تيك توك لازم نسحب رخصه ولاد اللذينه خاصة اللي هتخش علينا دي هي وخطيبها ده ولا جوزها ده ولا مين ده المهم عايزين نشوف بس الفيديو وايه ونعلق عليه حلقة خش بالفيديو ضدة حبيبي يا شو بص يا جدعان جبت مراجيح ايه شايفة يا معفنة منك ليه انا بجيب لي ضدة حبيبة قلبي هدايا على الطلاق عاملة 400 جنيه هدية ب 400 جنيه امك مش جايبها لابوكي حبيبتي يا ابي فالنتاين دقة حبيبتي حبيبي يا ابي فالنتاين دقة روحي حبيبتي يا دودو عيني امي احسن روحي طب اشبرنا لما تروح البيت طب كليهم لا والنبي 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 ابي فالنتاين دقة حبيبتي يا ده بلازقين انت لازمهم يشوف اه والله دافع فيها 400 جنيه منو يا شو شكرا لك جميله شايفين التقدير يا جدعان بحبها يا جدعان ده حب ما ينفعش يتنسى مين دي؟ مين دي نايمة الرجيح دي؟ هسحب رخصة المرجيحة حالا هسحب رخصة المرجيحة حالا انتم هسحب رخصة المرجيحة مين دي نايمة الرجيح دي يا جدعاء؟ مين دي؟ مين دي نايمة الرجيح دي؟ حول الله يا رب هي كده؟ دي نايمة الرجيح دي كده ولا ايه بالظبط؟ وبعدين ايه الهبل والعتة اللي احنا بنشوفه دلوقتي اليومين دول؟ ناس متخلفة وإيه هدية من 400 جنيه يا 400 جنيه دي فلوس يا ابن الهبة 400 جنيه دي فلوس ده 400 جنيه دول يعني يا دوبك كده يجي لك الصبح يقول لك مش عارف ايه ترميهم كده يا دوبك حقك وصل نور ولا وصل مية ايه ده 400 جنيه دي ايه دي فلوس جاكم القرف ايه الناس دي دينا مرجيح عايزة تمرجح شوية كم الأرض نخش في الفيديو اللي بعده مراجيح كمان ده مراجيح جاتهم الأرض ده اسم جينا مراجيح شبه البنت اللي بتاعت لك بان مرجيح المهم نخش في الفيديو اللي بعده ما عادش فاضل لنا غير القرف يعني كل شويه جواره 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 ما عادش فاضل لنا غير جواره يعني عرفونا بيها عرفو ما كناش عارفين مين الناس دي فجاه عملوا زي كاننا ايه بالظبط حاجه كده بتيجي على غفله تمام كده كده بتيجي على غفله بيجوا زي على جزء على غفله ايه الناس دي سبحان الله جزء على الغفلة بيجوا كده حول الله مين جواره دي الله يخرب بيت امك بيتي على السوشيال ميديا تنفشخ في متابعينك انت كمان انت بقى ليك المتابعين كمان على السوشيال ميديا زيك زي انستازيا زي غيرك زي سفينه الزمن المهم ما علينا نخش على الفيديو اللي بعده عشان الناس دي جننتنا خلاص احنا بقينا شعب اتجننا خلاص من كتر اللي بقينا بنشوفه على السوشيال ميديا وبقينا كل شويه كل ما افتح الفيس او اليوتيوب الاقي رقص رياكت ولاقي الرياكت سخيف وعيل ممل بيعمل رياكت يعني فيديو زي اللي انا بعمله ده بس في ناس دمها مش خفيف دمها تقيل المهم ما علينا ففي ناس بتعمل فيديوهات مش عجبان انا الله يسهل له ما علينا اللي ما اشتركش في القناه يشترك انا بفكركم لحد دلوقتي نخش على الفيديو اللي بعده حته فكاهه عشان ما نزهقش اصل فيديوهات التيك توك دي برضو حس انها عيال تشيل عيال بيض عيال التيك توك دي كل واحد دينا مرجيح قال دينا مرجيح قال حول الله يا رب حول الله يا رب ده عالم باين عليها هتسخف نخش كده على فيديو تاني جايز نلاقي يعني دينا صفيح صح نلاقي دينا صفيح طب نشوف الفيديو اللي بعده ابو انا عايز اتجوز
ما ينفعش، انت لسه صغير. لا من كبرت خلاص، استنى هوريك. توريني ايه؟ يخرب بيتك علي طلق. ايه ده؟ غريبة اوي الفيديو. الله يلعن اللي واقف يا اخي ابوك ده، ولا ده مين ده، ولا ضمك دي، ولا ايه يا ابني؟ خلوا الفيديوهات من عيال صغيرة تعملوا معاهم الفيديوهات، ومصطلحات بذيئة، مصطلحات بذيئة. لا حول ولا قوة الا بالله. كده يعني هما تعملوا تيك توك تعملوا بي بي؟ انا مش عارف تعملوا بي بي يعني، انا مش عارف الناس دي جابت منين الدماغ دي. انا مش فاهم، انت كنت شارب انت وابوك ايه؟ ده طفل لسه صغير يعني، لسه الطفل ده صغير. والله العظيم وجع في ابوك، والله العظيم ده ربنا يديله على حق ايه على ابوك ابن كلب. واقع نشوف الفيديو اللي بعده. فيديو ايه؟ نشوف الفيديو اللي بعده. وتموتوا بالفسخرة. اسحب له رخصة البت دي والواد الهفا اللي معاها ده. لين على ابوك ولاد بنتين تربنتيش. ايه ده؟ انتوا ناس تخنق كده ليه؟ هي في ايه؟ في ايه؟ مالها الولاد اسمها جرارة دي؟ في ايه؟ حتى كمان ما بتتكسفش على دم اللي جايبين ابوها. ايه ده؟ ترقص في الشارع كده؟ هي معبودة الجماهير ولا ايه؟ ايه ده؟ الله يخرب بيت امي. لا بس بصراحة يعني ترقص حلو بصراحة. وبصراحة يعني هقول ايه؟ تنشكف مع معميع ودانك. حاجة انت. ولا الواد لهبل اللي عمال يقص معاه بتاع الشاي ده ولا بتاع القهوة ده، هو كان ايه؟ صوان ميت ده ولا ايه؟ ولا ده فرح ايه ده؟ ايه السرادك اللي حوالين منكو ده؟ وايه ده بترقصوا على ميت ده ولا ايه؟ ولا مش فاهم انا. حاجة غريبة والله. ايه ده؟ وايه اللي فرح في الشارع ده ولا افتتاح محل كشري ده ولا ايه بالظبط؟ وبعدين هو الفيديو منه قديم، فانا قلت ما اجيبه علشان اللي هي عاملاه في اول نص الفيديو ده انا عملته في البداية ده. ما علينا، خلينا نشوف كده ايه اللي هيجي بعده، فيديو اللي جاي بعده. ها؟ والله معلم. لا معلم يلا معلم 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 بصراحة عملتها ازاي دي؟ ايه نزلت في الارض وفجأة في العمود ما شاء الله خدت العمود بالحوض. طب ماشي. بعدين في حاجة هنا بقى قبل ما ننهي الفيديو، يعني في صور كده يعني بتاعت مش عارف ايه العيال دي. ايه دي؟ ما الولاد ده عامل كده ليه؟ ايه العيال دي؟ الواد ده شبه البنات كده ليه؟ ولا ايه اللي ما بيعمل؟ ولا واحد حاطط له كحل وواد شبه البت بشعر. ايه دي؟ ايه النوع ده بالظبط؟ ايه النوع ده؟ يعني احنا عارفين ان راجل راجل والست ست، شاب الولد والبنت. ايه ده؟ ده نوع تالت ده ولا ايه؟ النوع ده نزل جديد ده ولا ايه؟ النوع ده من امتى؟ طب حتى راجل راجل والست ست، ايه ده؟ حتى الشيطان راجل يعني وست برضه. ده ايه بالظبط ده؟ ايه النوع ده؟ ايه الناس دي؟ الشيطان بيبقى راجل برضه. ايه ده؟ ايه النوع ده؟ ده بالظبط إيه؟ الواد بيت ولا بيت واد؟ على راي كركر يمان يمين يمان كركر يمان يمين يمان يمين. والله العظيم ده حاجة غريبة. ده دي اللي احنا بنشوفه على فيسبوك، حاجات تعقد. صور من عيلة بستين نيلة جاتهم القف. عيال اقول ايه بس؟ بلالين. اسامة جيب البالون. عيال بلالين. ايه واحد فين البالون؟ عيال بلالين والله. ايه بالون بالون والله هما العيال دي كده بلالين. ايه ده حتى بتهاوي. قال له ده العيال ده بلونة طلعت مخرومة. قال له ده بلالين برضو العيال. العيال دي بلالين والله العظيم. قبل ما ننهي الحلقة وان تستظرونا في الحلقة الجديدة وخلص، يعني لو ما بتتفرج عليها لأول مرة وما تدوسش اشتراك، ادوس اشتراك. وفي ايه؟ ما تدوس اشتراك، وانا كل شوية اعمل في حلقات وارفع في الفيديو
وانت تدخل على بالاشتراك ولايك، لا دوس اشتراك، فعل زرار الجرس، وانتظرني في كل حلقة جديدة مع احمد شو. والسلام عليكم.